اليوم لتلميذة في القسم الإشهادي اللي من بعده حنا كنتظروا أنها تخرج للمدارس العليا، فإذا بنا حنا كنخلوا وليداتنا في الدار، لهذا حنا تنقولوا وليداتنا ارتاحوا، حنا خرجنا من أجل نكافحوا من أجلكم، حنا خرجنا في عدة نضالات جنبا إلى جنب مع الأستاذ اللي فيه خويا وأختي وفيه جاري وفيه العائلة ديالي، فاللي كيضرهم كيضرنا بطبيعة الحال، ولكن اللي زاد هيج الشارع واللي زاد هيج وطل الأعصاب تاعنا هو التصريح اللي خرج به وزير العدل اللي كيقول فيه بأننا نحن نمثل الدولة. إلا كنت أنت كتمثل الدولة، إذا شكون كيمثلنا حنايا كأمهات وكآباء اللي متضررين مدة شهرين وليداتنا كاينين في الشوارع وكاين في الأزقة كيلعبوا، شكون كيمثلنا إلا كنت أنت كتمثل الدولة، شكون غادي يمثلنا حنا والشعب على هو اللي صوت عليك، المواطن هو اللي صوت عليك، هو اللي حطك في هذاك المكان ديال الحكومة، من خرجتي كتقول لنا حنا نمثل الدولة، فلهذا حنا خرجنا باش نمثلوا أنفسنا بنفسنا بما أن ما عندناش اللي غادي يمثلنا هناك في البرلمان. وليداتنا كيضيعوا، ربما عدة أمهات ما خرجوش لأسباب ما، ولكن حنا كننطقوا بالاسم تاعهم وكنتكلموا نيابة عليهم، لأن كنشوفوا وليداتنا في إحباط وكنشوفوا وليداتنا في واحد التقهقر دراسي. إلا كنا كنتكلموا على الهدر المدرسي فأصبح هذا هدر مدرسي ممنهج بالنسبة للوليدات ديالنا، كنا في الأول كنتكلموا على هدر الزمن الدراسي ولكن هذا أصبح هدر مدرسي حقيقي. كيفاش حنا في هذه المدة اللي كنتكلموا على مدرسة الريادة وحنا وليداتنا لحد الآن باقي ما كاين حتى في الفصول الدراسية تاعتهم، باقي دفاترهم والكتبات ديالهم خاويين، فلهذا حنا من هذا المنبر هذا كنقول بأن وليداتنا خاصهم يرجعوا للمدارس تاعهم. علاش؟ لأن ليس هناك تكافؤ للفرص، كيف يعقل من هناك يقرأ في المدارس وبصحتهم؟ نحن لا نعاتب ولا نحاسب أحدا، كنا مواطنين ولكن ضحية لهذه التفرقة الطبقية، شي كيقرا وشي ما كيقراش، كيفاش غادي نديروا في الأقسام الإشهادية اللي في الآخر غادي يجمعوا واحد الامتحان اللي هو جهة واللي هو امتحان وطني؟ كيف يمكن تدبير هذه الأزمة هذه؟ ما يمكنش حنا كنتكلموا مدة شهرين وفي الآخر كتقول لنا غادي نحددوا واحد اللجنة، إذا هذا درماد في العيون، إمتى تكون هذه اللجنة؟ وإمتى تتكلم هذه اللجنة؟ وإمتى تخرج هذه اللجنة بالقرارات على بال وليداتنا ندوم الأطباء النفسيين باش يعالجوهم؟ اليوم في إطار هذه الخرجة مطالبة بحقوق الأستاذ والتلميذ معا، لأن الأستاذ والتلميذ راه كل لا يتجزأ، إذا كان الأستاذ بخير فالتلميذ أيضا بخير. في الحقيقة هو مات الكلام، كنا كنتهضروا من الحكومة بزاف، اعتذر الوزير قلنا لا بس غادي تكون شي حاجة، فإذا به يخرج وهبي بما قاله، أنا أخجل أن أردد ما قاله. هل نحن فعلا رعايا هذا الوطن؟ هل ننتمي لهذا الوطن؟ لا أعتقد. اليوم تأكدنا أننا مواطنون من الدرجة الصفر، لأنه عندما نرى الهدر الزمن المدرسي الذي يعانون منه أبناء مدة شهرين وتخرج الحكومة بمثل هذا التصريح ولي ذراعنا، السيدة لا يلوون ذراع أحد، الأستاذ يريد حقوقه ونفس الشيء نحن نريد حقوق أبنائنا، وحقوق الأبناء التلاميذ لا تنتزع إلا إذا تمت تلبية مطالب الأستاذ. واليوم أقول للحكومة هذا الحشد الهائل من الناس، نحن تعلمنا المواطنة وحب الأوطان من الإيمان من المعلم، وهذا الكم الهائل من الناس اليوم الذي أتى من كل حدب وصوب، أكيد منهم من أجدادهم من شارك في المسيرة الخضراء، نحن من حرر المسيرة الخضراء، أجدادنا من حرر الصحراء. فعلا يحز في أنفسنا عندما نرى القطاع تلاميذ القطاع سيمرون القطاع الخاص يمرون من أمام المنزل في روتينهم اليومي للدراسة، محترمين الزمن المدرسي، مستفيدين من جدول حصص المدرسية كاملة وجدول الزمن المدرسي كامل، في حين أن بناتي كيصبحوا ناعسين. يحز في نفسي طبعا، وكل يوم احتجاجات أمام الأكاديميات التعليم، ولا حياة لمن تنادي. لذلك قلت لك أنني اليوم تأكدت أنني مواطنة من الدرجة صفر. إذا كنا فعلا ننتمي إلى هذا الوطن فالمرجو من الحكومة أن تتدخل في أقرب وقت ليفك هذه المهزلة وإنهائها. وشكرا.